عايزه دلوقتي ان احنا نديك القلاده الذهب بتاع الجوهره المصريه من اسره سي بي سي، من انك اخترناكي اسم من ذهب، لان ما شاء الله عليكي ملهمه لغيرك. والله انا مشغوله قوي يعني. وهنشوفك في يوم من الايام ان شاء الله مذيعه كبيره واعلاميه كبيره، وهتعدي كل المراحل بتاعه المرض والعمليات والحاجات دي كلها. انت قطعتي شوط كبير، هتكملي باذن الله كمان، وهتبقي زي الفل، وهنستضيفك تاني معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله.